سأنتقل الآن إلى شجرة نسب جديدة لنفس المرض، مرض هنتيكتون، ولكن هنا الأم والأب مصابين. الأم والأب مصابين، أنجبوا أولادا، بعضهم كان سليما. هذا دليل أن الأبوين سلالة هجين. زودنا الكتاب بملاحظة يجب الانتباه لها كثيرا، تقول إذا كانت الصفة غير ظاهرة في الآباء وظهرت في الأبناء فهي صفة متنحية. شو يعني؟ قال يعني من خلال ظهور أبناء سليمين لآباء مصابين، هذا يعني أن صفة سليم هي صفة متنحية، إذن صفة الإصابة بالمرض هي صفة راجحة. طبعا هون زودونا بمعلومات بسيطة، أنه زوجوا الصبي 2 والبنت 4، فالصبي 2 زواجه بأنثى سليمة نتج عن الزواج، ذكر مصاب وأنثى سليمة. أما البنت 4 كان زواجها من ذكر سليم، أنه أبنائهم سليمين. طبعا هاي كلها مؤشرات بنناقشها بعد قليل. بنبدأ بالطلب الأول بالمسألة، هل أليل المرض راجح أم متنحي؟ صارت فكرة واضحة عند الطالب بالاعتماد على الملاحظة. بنقول له الحل 1، أليل هذا المرض راجح. لماذا؟ لأن ظهر في الأبناء صفة سليم وهي غير ظاهرة في الآباء. 2، حدد الأنماط الوراثية للأفراد. 1 روماني 1، 1 روماني 2، و2 روماني 3. نجي لهون، 1 روماني 1 هي الأم، طالما أنه ظهر أنا عندي سليم مع تنمط الوراثي رح يكون اتش كبيرة اتش صغيرة. 1 روماني 2 اللي هو الأب، 1 ظهر سليم معناته إجباري بده يكون اتش كبيرة اتش صغيرة، و2 روماني 3، 2 روماني 3 هي البنت 3 هون، كونها سليمة فهي إجباري اتش صغيرة اتش صغيرة. هيك نحن بنكون وضعنا حل لهذه المسألة بالاعتماد على دراستنا. هلا إذا طلبوا مني التحليل الوراثي، بكل بساطة يمكن أن نحلل وراثيا المسألة على النحو التالي. تحليلا وراثيا رح نستخدم هالخصم، هاد بالسبورة بننتبه شوي. الأم والأب، الأب مصاب ضرب الأم مصابة. الأب المصاب هو اتش كبيرة اتش صغيرة، اتش كبيرة اتش صغيرة، نص اتش كبيرة زائد نص اتش صغيرة الأعراس، نص اتش كبيرة زائد نص اتش صغيرة، جداء بيطلع عنا ربع اتش كبيرة اتش كبيرة زائد نص اتش كبيرة اتش صغيرة. يعني طبعا نحن هون بس مشان نعرف النص منين اجت، هي 40 مرة ضربنا هاد بهاد ومرة ضربنا هاد بهاد، تمام، زائد ربع اتش صغيرة اتش صغيرة. هلا هذا هون سليم مصاب هجين مصاب صافي. الأولاد هون بقى نحسن نستفيد كتير من الترميز. الأولاد
هلا الاولاد هدول الاولاد 2 3 4 6 الاولاد 3 4 6 سليمين، فبنكتب تحت سليم هون الاولاد 2 عفوا 3 4 6 تمام. المصاب هو الابن 2، زواجه من أنثى سليمة أعطانا سليمة، هذا دليل أنه هو هجين، فبنكتب الابن 2. أما مصاب سلالة صافية بنكتب لما يولد بعد، وهيك نحن منكون وضعنا تحليل وراثي. طبعا نحن الجيل الثالث بدنا نعرف منه شغلة، انه نحدد النمط الوراثي للأبناء، هل هو سلالة صافي ام سلالة هجيني، فما كان ولا سلالة صافي للإصابة، لذلك كتبنا لما يولد بعد. طبعا هذا كان دراسي لصفة من الصفات المندلية عند الإنسان، وهي صفة مرض هنتجرون. أشير بشكل سريع أنا ومختصر لمرض المهق أو البرص عند الإنسان. هذا المرض هو من الأمراض اللي بيسببها أليلات متنحية وليست راجحة. يؤدي الأليل المتنحي في هذه الحالة إلى غياب صباغ الميلانين من الشعر والجلد وقزحية العين، وكونه أليل متنحي فكل المصابين بالمهق هم سلالات صافية، أما الناس الطبيعيين فقد يكون سلالة صافية وقد يكون سلالة هجينة. نترك فكرة المهق للطالب حتى يناقشها، فهي من الأفكار البسيطة جدا. وطبعا سنتابع إن شاء الله في درس قادم صفات اللامندلية في دراسة الوراثة عند الإنسان، وهي فقر الدم المنجلي. بتمنى أن تكون وصلت الفائدة للطالب إن شاء الله، وبتمنى الشغل بالبيت يعني كمان هذا بيعزز الفكرة العلمية أكثر. السلام عليكم.